أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في أسيوط. وزعت مؤسسة حياة كريمة 200 صندوق حماية اجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا بقرية بني مر. وفي كفر الشيخ تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية البنا بمركز الحمول. وفي محافظة المنوفية أعلنت شركة مية الشرب والصرف بمحافظة المنوفية عن قطع المية النهاردة لمدة عن 3 مدن. خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. فأسيوط وزعت مؤسسة حياة كريمة 200 صندوق حماية اجتماعية على الأسر الأكثر احتياجاً بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وبيتم دراسة الحالة من خلال البحث الاجتماعي ودراسة مدى استحقاقهم للخدمات وصناديق الحماية، وبيتم توصيلها ليهم من خلال متطوعي المؤسسة حتى منازلهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. شهدت محافظة كفر الشيخ وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية البنا بمركز الحمول على مساحة 14 فدان بطاقة 600 طن في اليوم، بهدف فصل وفرز المخلفات وتجميعها بأماكن مختلفة وتحويلها لقيمة اقتصادية مضافة وإجراء عمليات التخمير لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة. في محافظة المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطعها للمياه اليوم الثلاث عن مدن الباجور وسيرس الليان والقرى التابعة للوحدة المحلية بمدينة الحمول من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. أكدت محافظة الإسكندرية أنه تم تنفيذ 144 مشروع تنموي في العديد من القطاعات من الصرف الصحي والصحة والمياه والكهرباء ومراكز الشباب وغيرها من القطاعات، وده بتكلفة تصل لـ4 مليار جنيه، وبلغت نسبة إنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة 70% حتى الآن. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيامها بتنفيذ قافلة بقرية زكي فاضل بمركز أهناسيا على مدار يومين مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات: البطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1642 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. وتضمنت فعاليات القافلة أيضاً تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطن للتوعية بطرق وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد. في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الإحلال والتجديد للعام المالي 2024-2025 بمحطات المياه الكبرى والصغرى الـ 14 محطة مياه بمركزي سوهاج وأخميم بقيمة 33 مليون جنيه. وبتتمثل الأعمال في ترميم المروقات وأبار التوزيع من الداخل والخارج وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبة ومنظومة حقن الشبة وخط حقن الكلور الابتدائي والنهائي وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية وغيرها من الأعمال. شهدت محافظة الوادي الجديد تجربة تنفيذ سيارة لنقل الركاب تابعة للوحدة المحلية بمركز باريس بتدار فيها الإضاءة والمراوح بالطاقة الشمسية، وده بهدف تعميم التجربة بجميع المراكز وتنفيذ سيارات إضافية على نفس الغرار لخدمة أبناء المركز وتشغيلها بأجر رمزي للعاملين بالوحدة المحلية.